أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تعتبر مناعة القطيع التي تعرف أيضا باسم مناعة السكان عن الحماية غير المباشرة من مرض معدن التي تتحقق عندما يكتسب مجموعة سكانية من المناعة من ذلك المرض إما عن طريق اللقاح أو الإصابة السابقة بالعدوى. وتدعم منظمة الصحة العالمية تحقيق مناعة القطيع عن طريق التطعيم، حيث يتمثل دور اللقاحات في تدريب جهاز المناعة على إنتاج البروتينات التي تكافح المرض والمعروفة باسم الضاد أو الأجسام المضادة. فالأجسام الذين يتلقون التطعيم يتمتعون بالحماية من الإصابة بالمرض الذي يستهدفه اللقاح، وكذلك من نقله إلى الآخرين، مما يؤدي إلى كسر سلاسل انتقال العدوى ولتحقيق مناعة القطيع ضد كوفيد-19 بصورة مأمونة. ينبغي تطعيم نسبة كبيرة من السكان للحد من العدد الإجمالي للفيروسات القادرة على الانتشار في أوساط السكان وتجفيف منابع الأمراض وإنقاذ الأرواح. بضوء ذلك تناولت كلية العلوم الصحية والحيوية بجامعة حمد بن خليفة عدة مقالات لمناقشة سياسة تطبيق مناعة القطيع وما يمكن أن تحققه في توفير السلامة والحماية من المرض خصوصا الفئات الضعيفة. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف الدكتور فاضل تيسير، أستاذ بكلية العلوم الصحية والحيوية في جامعة حمد بن خليفة. أهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. نعم إن شاء الله راح نكمل هذا الحوار بعد هذا الفاصل والتقرير عن هذا الموضوع بالتحديد إن شاء الله. مناعة القطيع كلمة سمعناها كثيرا لاستراتيجية تستند ببساطة إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعي، بحيث يصاب معظم أفراد المجتمع بالفيروس، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية على الفيروس ومن ثم تحاربه إذا ما حاول مهاجمتها مجدداً. وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية مثيرة للجدل، إلا أنها طبقت في بعض البلدان كالسويد وإنجلترا خلال الموجة الأولى من كوفيد-19 في ربيع 2020، ولكن سرعان ما استبعدت هذه الاستراتيجية، حيث لم تستطع المستشفيات التعامل مع أعداد الأشخاص المصابين ممن يحتاجون لإمدادات الأكسجين والعناية المركزة، فضلاً عن أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تكون ضارة للغاية إذا سمح بها حتى في المناطق المحصنة جزئياً باللقاح، لأنها تتيح مجالاً للفيروس للتحور والتطور متجنباً بذلك المناعة المكتسبة. ويمكن لمناعة القطيع أن تكتسب أيضاً من خلال إعطاء لقاح لعدد كبير من الناس لمكافحة الوباء، مما يصعب من انتقاله لآخرين، وهذا ما تلجأ إليه معظم الدول عبر حملات التطعيم الواسعة. وقد شرعت دولة قطر في إطلاق حملة التطعيم مبكراً لحماية الفئات الأكثر عرضة أولاً، ويؤكد بعض المختصين في علم الفيروسات أن مناعة القطيع ضرورية، فبدونها سيعود الفيروس إلى مساره الأصلي النشط بمجرد توقف الإجراءات والتدخلات الضرورية، كما أن تصاعد موجات السلالات المتحورة من الفيروس ستشكل عائقاً إضافياً في مكافحة انتقال العدوى. يمكننا فهم مدى فعالية التطعيم الجماعي من خلال مفهوم مناعة القطيع، فالتطعيم الجماعي يحسن القدرة على مقاومة الفيروس، وبالتالي تتحقق مناعة القطيع. وفي الواقع عندما يواجه الفيروس المزيد من الأشخاص المطعمين باللقاح تنكسر سلسلة العدوى الفيروسية ويتوقف انتشاره ويتراجع تدريجياً. أنا أتوقع التقرير عطانا نبذة عن أهمية مناعة القطيع ودورها إن شاء الله في تحدي فيروس كورونا والقضاء عليه بإذن الله. دكتور، قطر ودول من الشرق الأوسط تشق طريقها نحو مناعة القطيع وعودة الحياة إلى النمط الطبيعي بإذن الله، وذلك عبر حملات التطعيم الواسعة. هل ممكن أن نعطي المشاهدين نبذة عن مفهوم مناعة القطيع؟ نعم، مناعة القطيع هي المناعة الجماعية أو المناعة الاجتماعية، وهي الطريقة التي يمكن بها لمجتمع معين أو دولة معينة أن توفر الحماية لأفرادها، لكل أفرادها بما في ذلك الأفراد
الذين لا يمتلكون المناعة بشكل بيولوجي. وهذه العبارة قد تبدو نوعا ما محرجة أو غير لائقة أو مثيرة للجدل، وهي كذلك أثارت العديد من الجدل منذ المرة الأولى التي استعملت في بداية العشرينات من القرن الماضي، وهي عبارة مستوردة من القطعان، واستعملت المرة الأولى في قطعان البقر الذين أصيبوا بمرض ومن جرائه كانوا لا يستطيعون الولادة، يصابون بالإجهاض. وهذه العبارة أريد أن أحتفظ بها لأنها هي تصويرية وهي غاية في الدقة وفي التصوير. فالمشاهد الكريم يعلم أنه في القطيع، وعندما يتلقى القطيع مثلا إلى هجوم من طرف المفترس، فإن الأعضاء الأقوياء في هذا القطيع يحولون دون وصول المفترس إلى الأعضاء الأقل قوة، وهي صغيرة السن والمصابة بالمرض والجرحى إلى غير ذلك. إذن الأعضاء المحصنة والقوية تحول وتشتغل كحاجز تمنع من وصول المفترس إلى الأعضاء الضعيفة. نعم دكتور فاضل، نعم، كيف نحقق هذه المناعة، هذه المناعة المجتمعية في ظل وجود هذا الفيروس المتغير والمتقلب دائما؟ هذا سؤال وجيه، وهذه هي المشكلة الرئيسية. فكي نحقق هذه المناعة هناك طريقتين. الطريقة الأولى هي أن نترك المرض ينتشر ويأخذ نصيبه من الناس، وقد حصد هذا المرض بالتأكيد العديد من الأرواح. هذه مخاطرة دكتور. نعم هذه مخاطرة، وهي غير مقبولة أخلاقيا عندما يكون اللقاح موجود. قد تكون مقبولة في عدم وجود اللقاح، ولكن عندما يكون ممكن أن يوجد اللقاح فهي غير مقبولة. هي يعني هي مش مقبولة، هي إذا ما كان في لقاح فالأمر أصبح إجباري على المجتمع. نعم ما نفس الحالة مع بريطانيا. نعم. لما انتشر المرض حصد الكثير من الأرواح، يعتبر تعايش. تمام. مش هو تعايش ولكن بطريقة تطبيق إجراءات. نعم. والمكون الثاني، إذا الطريقة الأولى هي الشفاء من المرض، صحيح، الإصابة بالمرض والشفاء منه. والطريقة الثانية هي اللقاحات، وهي موجودة الآن. المشكلة في اللقاحات هو كما ذكرتم عندما يحصل تغيير في الفيروس، وإنتاج متغيرات، وهذا ما حصل في فيروس كورونا، صحيح. وهذا ما يحول دون الوصول إلى هذه الدرجة من المناعة القطيع. فقطر وكذلك العديد من دول المنطقة في الشرق الأوسط، في الخليج كالإمارات كإسرائيل، وفي الدول الأوروبية كمالطا كغيرها من الدول، حاولت أن تصل إلى هذه الدرجة وأن توفي وأن توفر تحقق أن تؤمن هذه النسبة المئوية كي تصل إلى، وهذه النسبة المئوية في السلالة الأولى في كوفيد 19 كانت بين 65% إلى 67%. يجب تحصين 65% كي نصل إلى تلك الدرجة من مناعة القطيع. إلا أن ظهور المتغيرات، وخاصة أنتم تعلمون أن هناك 4 متغيرات، الأول ظهر في المملكة المتحدة، ثم في جنوب أفريقيا، ثم في البرازيل، وأخيرها في الهند وهو المعروف بمتحور دلتا. هذه المتحورات أكثر عدوى، تتنقل بشكل أسهل، فنتيجة ذلك أن النسبة المئوية ارتفعت بشكل ملحوظ، لم تعد 65% ولكن أصبحت تفوق 80% أو 90%، مما جعل قد شبه مستحيل أن نصل إلى ذلك النسبة. لماذا لا نستطيع أن نصل؟ لأن هناك فئات من المجتمع لا يمكن تطعيمها،
كالأطفال مثلا أقل من 12 سنة لا يمكن تطعيمها. هناك أيضا فئة من المجتمع قد يتم تطعيمها ولكن لا تولد الأجسام المضادة فلا جدوى. هذه نسبة 5% دكتور. 5% نعم، ولكن هناك أيضا نسب أخرى كالناس الذين لا مناعة لهم بشكل طبيعي. هناك المسنون، هناك الصغار، هناك المرضى، هناك المرضى الذين تلقوا مثلا أعضاء مثل زراعة الأعضاء. وعند هذه الفئة يتم عبر الدواء تخفيض المناعة كي يقبل جسمهم هذه الأعضاء. هذه الأعضاء صحيح. إذن عندما تفوق هذه النسبة 80 إلى 90% يصبح عمليا يستحيل الوصول إلى مناعة القضية. طيب دكتور فاضل، يعني نعم. زميلي عبد الله وسالم أفاضوا في الأسئلة حول مناعة القطيع. نعم. هذا الفريق الأول. الفريق الثاني أنا وأنت. أهلا وسهلا سيدي. ما هي الحلول التي تراها أنت دكتور فاضل الآن مجدية في دول مثل الخليج التي تتمتع يعني بميزانيات جيدة بوفرة لقاحات؟ هل نحن بحاجة إلى ما ذكر الزملاء من هذه المناعة؟ نحن في كل الدول في حاجة إلى هذه المناعة. لا أريد أن أكون متشائما، ولكنني شخصيا لا أعتقد أن الدولة بمفردها كيفما كانت إمكانياتها المادية وقدرات فرقها الطبية أن تصل أن تقضي على 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 الفيروس بشكل نهائي بشكل انفرادي. لماذا؟ لأن يمكن القضاء عليها محليا، ولكن أنتم تعلمون أن الحركة الاقتصادية تستوجب الحركة فتح الحدود. نعم. لن يتم ذلك إلا بالإغلاق، ولن يكون الإغلاق مجديا إلا إذا كان الإغلاق عاما ومتزامنا. صحيح. وإلا فستنتقل العدوى من بلاد إلى أخرى. نعم. ربما من شخص واحد. نعم. قد طيب تنتقل من شخص واحد وتعدي. دكتور هذا رجعنا على سؤال بأنه يعني هل منذ انتشار جائحة كورونا الإجراءات التي اتخذتها دول العالم أجمع كانت صحيحة وكفيلة بانحصار هذا الوباء، أم كان من ممكن يكون في خلنا نسميه عمل جماعي من كل دول العالم وفرض مثلا إجراءات احترازية ممكنها تحصر المصابين وتعالجهم وبعدها تكون تقضيت على الفيروس 100%؟ أعتقد أن الحلول التي قامت بها الدول هي الحلول السليمة، ولكن الإجراءات هي إجراءات صحيحة، ولكن لم يكن هناك تنسيق وأضعنا العديد من الوقت مع الأسف. وكان بالإمكان مثلا استغلال فترة الإغلاق الأولى التي دامت أنتم تتذكرون أكثر من 6 أسابيع وفي بعض الدول استغرقت 3 أشهر. صح. ولكن كان علينا آنذاك أن ننسق وأن نجعل مثلا هذه فترة الإغلاق فترة إغلاق في جميع الدول ولن نترك، ولكن الدول أنتم كما تعرفون تتسابق على الاقتصاد وعلى إمكانية البيع منتجاتها عندما تغيب المنافسة. صحيح. صحيح. إلى غير ذلك من 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 من, من الأمور الاقتصادية. دكتور فاضل، هل ترى أننا يعني وضعنا ثقتنا في هذه اللقاحات لتحقيق هذه المناعة ولكن تفاجأنا الآن بالمتحورات مثل ما طرحنا سابقا، وهنا الآن نقف أمام لقاحات أيضا قادمة، اللقاح الثالث وقد يكون هناك أيضا اللقاح الرابع؟ نعم، هناك شطرين لهذا السؤال. أعتقد أن الشطر الأول يتعلق بالمتحورات، فالمتحورات لا أعتقد أنه المتحورات الموجودة الآن قد يكون تكون اللقاحات الموجودة كافية لها، ولكن هذا لا يعني أنه لن يوجد في المستقبل متحورات أخرى تتطلب متابعتها وإنشاء وتطوير لقاحات أخرى من عينة أخرى
كي يتم احتواء احنا قد نحقق هذه المناعة باللقاحات وبالإصابات. نعم هذين عضوين أساسيين لا 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 جدوى لا لا شيء آخر أو الإغلاق أو الإغلاق هذا حل ثالث. حل ثالث ممكن هو صعب اقتصاديا هو غير موجود الآن هو وجود الدواء. فأنتم تعلمون أن مثلا ممكن أن يوجد دواء وليس لقاح يقضي على المرض عندما يكون موجودا. صحيح. أنتم تتذكرون مثلا أيضا دكتور تكلم عن الفترة الأولى من الإغلاق كانت هناك فرصة لو إحنا أغلقنا مثل ما قلت في البداية بالبداية بشكل عام. نعم. كان ممكن أن إحنا حصرنا هذا الوباء وممكن يكون قد نعم. لكن لا تستطيع أن تستمر. صعب. أعتقد أننا أضعنا الفرصة ولكن أعتقد كذلك أننا لم نأخذ بخطورة هذا الفيروس منذ البداية. نعم. فالكثير استهان بخطورته وبقدرته. أنتم تتذكرون ماذا وقع مثلا في المملكة المتحدة في البرازيل في الهند حتى في أمريكا حتى الوزير الأول جونسون تتذكرون أنه استهان بها حتى أصيب بالمرض وحمل المستشفى كاد يموت. نعم. كاد يموت. للأسف الوقت لا يسعفنا لاستكمال هذا اللقاء الشيق الدكتور فاضل تيسير أستاذ بكلية العلوم الصحية والحيوية في جامعة حمد بن خليفة. شكرا لك على كل هذه اللقاءات. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. نعم مشاهدينا مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام.